الوغ اولا شكرا على التجاوب، شكرا على الزياره ومرحبا بكم، وسعيد جدا بهذا اللقاء. الفيلم اللي انتهيت منه مؤخرا هو فيلم سينمائي سميته الوتره. هذا الفيلم طبعا الحال صور ما بين بن سليمان، المحمديه، الدار البيضاء، المنصوريه، دار بوعزاء الى غير ذلك، واحد المجموعه من اماكن وفضاءات من بطوله صحة صديقي، حميد السرغيني، طريق البخاري، كريم بولمال، إلهام قراوي، واحد المجموعة حقيقة من الممثلين والممثلات في المغرب. هذا الفيلم تيحكي على قصة ديال واحد الفنان شعبي جاء من البادية إلى المدينة على أساس أنه يلقى بلاصة، يلقى له مكان داخل الساحة الفنية وفي نفس الوقت داخل مجتمع لا يعرف منه إلا الشيء القليل وربما لا يعرف منه الشيء الكثير، فيصطدم بواقع مرير، خصوصا أنه يلتقي بأحد أقاربه اللي هو مسير، واحد البارون من البارونات ديال المخدرات اللي كيعيش في الكريان، ولكن ماشي كيعيش تيستغل هو في الحقيقه الكريم، تيستغل الناس ديال الكريم بواحد الشكل سلبي ويشتغل في الممنوعات باجمعها. وبالتالي هذا الفنان الشعبي عندما قدم الى المدينه، مدينه كبيره كالدار البيضاء، مع زوجته وابنه، لم يجد لنفسه مكان، وبالتالي ضاع منه كل شيء، ضاع منه الزوجه ديالو، الابنه ديالو، واصبح متشبث بوتره موسيقى. وسافرنا من 1997 الى 2023 لنجد ان حياته اصبحت بئيسه جدا، لا زال يشتغل في احد الكباريهات في الدار البيضاء، لا يملك اي شيء، فقد كل شيء، يعيش على الالم وعلى حلم أن يلتقي مرة أخرى بزوجته وابنه، لكن هذه الظروف سنجد بأن هذه الحياة تخبئ له الشيء الكثير. بالمقابل ذلك البارون أصبح رجلا متقي وأصبح إنسانا صالحا، وأصبحت زوجته اللي هي زوجة الفنان الشعبي، وأصبح إنسانا ذا مبادئ معينة. لكن ستكون هناك مفاجآت داخل هذا الفيلم وداخل هذه القصة التي ستقلب الأحداث رأسا على عقب، وسنكتشف أشياء غريبة جدا داخل هذا العمل السينمائي. لا، هو ما كاينش صعوبة، هو يجب أن يكون عندك في الأول الخط اللي رسمتيه للفيلم، يكون عندك نوع من حيث كاين لا كوميدي دراماتيك، الكوميديا الدرامية هي كوميديا ولكن بحس درامي، أو دراما بحس كوميدي، ممكن أنك تأخذ من الجانبين لأن فيها شخصيات تعيش ألم معين ولكن تتصرف بطرق أخرى، وبالتالي كاين هذه النوعية من الكوميديا اللي ممكن تخلق عن طريق الشخصيات، عن طريق المواقف اللي كتعرض لها الشخصيات، ولكن في قصة فيها تفاصيل معينة لأحداث معينة. لكن أيضا في هذا الفيلم ليس فقط هناك دراما وهناك بعض من الكوميديا، لكن هناك أيضا فيلم غنائي يتحدث عن الموسيقى، بمعنى سنكتشف من خلال هذا الفيلم زاوية أخرى للموسيقى الشعبية، سواء تلك التي كانت تنغني في الحلقة أو لا في الحفلات أو لا في الأماكن الخاصة أو في الكباريهات إلى غير ذلك. بمعنى كاين نوع من الموسيقى اللي اشتغلنا عليها، موسيقى اللي زوجت ما بين القديم والحديث إلى غيره، ولكن الأساس ديالها هو الوترة، وبالتالي هذا الغناء أيضا كمكمل، فيه غناء، فيه صوت، فيه موسيقى، فيه فرقة، فيه ناس، فيه جمهور إلى غير ذلك. وبالتالي فالفيلم يزاوج ما بين الموسيقى والغناء، ما بين الحركة أيضا لأن فيه مجموعة أحداث، بين البحث البوليسي لأن كاين واحد البحث عن طريق هذيك المافيا ديال المخدرات، وكاين أيضا
الوضعية الاجتماعية للفنان والاعتبارية والوضع ديالو العائلي، ثم خلقت بعض من المواقف اللي ممكن تخفف من حدة هذا الفيلم. أول شيء نهضر لك على المغامرة. المغامرة هي مبدأ من المبادئ المهم جدا في صناعة السينما، صناعة الفرجة، صناعة الأعمال بصفة عامة في المسرح. المغامرة يجب أن نغامر، يجب أن لا نشتغل بطرق سهلة، ما نمشيوش للحاجة اللي هي سهلة واللي هي موجودة. قد بعض الخطرات نشتغل مع ممثل لم يشتغل قط في العمل، ولكن عنده موهبة وعنده حضور وعنده كاريزما وتسمع ويقدر أنه يعطيك داك الشيء اللي أنت طالبه منه. ولكن عندما يتعلق بحميد الزرغيني لا تنسيش بأن تاريخه وقصته الناس اللي ما كتعرفش أنه كان يدير المسرح، وأنه من الناس ديال عبيدة ثرمة، لأنه كان يدير أغاني ديال عبيدة ثرمة، وهو أيضا في أغاني كنشوفه بأنه يشخص شخصيات، بأن حميد الزرغيني ليس فقط مغني بل هو مشخص للأغنية بطريقته الكوميدية بالرقص إلى غير ذلك. ثم أنه كان من الناس اللي في واحد الفترة تقدموا أنه يدوزوا في المعهد العالي في المسرحية والتنشيط الثقافي، ما توفقش لأسباب معينة، ولكن معنى أنه عنده هذه الموهبة. هذا من الجانب. الجانب الآخر هو أنه عنده التلقائية، وإنسان اللي كي يسمع، واللي فعلا عندما كتحطوا أمام ممثلين آخرين كيستفد منهم، وفي نفس الوقت كيحاول أنه يكون في المستوى المطلوب كصحة صديقي كطريق البخاري كواحد مجموعة ديال الممثلين. بمعنى أنه ماشي إنسان اللي غادي تقول أنه لا يفهم في التمثيل، بل هو يفهم في التمثيل، وتنظن بأنه لديه تجربة تمثيلية لأنه عاشها سواء في بلاده في قلعة صراغنة ولا في مراكش ولا في الدار البيضاء، واحد المجموعة ديال الأماكن اللي كانت يتنقل من خلاله، واللي اكتشف واكتسب موهبة ديال تشخيص هاد الشخصيات وهاد الأدوار. في السينما في المغرب والحمد لله أن عندها الآن واحد تدرج مهم جدا، واستطعت أنها تلقى بلاصتها في خريطة الأعمال السينمائية العربية الإفريقية والعالمية. استطعت أيضا أنها تخرج من روتينية تشابه في التيمات وفي الشكل وفي المضمون وفي اللغة السينمائية إلى غير ذلك. واستطعت أيضا أنها تعطينا مجموعة من المبدعين، مخرجين، ممثلين، كتاب سيناريو، تقنيين، منتجين مختلفين، سواء اللي تخرجوا من جامعات ومدارس متخصصة في المغرب، أو اللي جوا عن طريق جامعات ومدارس سينمائية من خارج المغرب. بمعنى آخر أن هناك فعلا خليط جميل جدا اللي كيمزج ما بين الشباب، ما بين الرواد، ما بين الناس اللي عندهم تجربة، وعطاو الشيء الكثير الآن للعمل السينمائي ككل. بطبيعة الحال ينقصون الأشياء كثيرة لترويض ذاتنا على الأعمال الكبيرة جدا، أعمال تاريخية سينمائية إلى غير ذلك. ولكن الفيلم المغربي الآن ومنذ سنوات أصبح له بريق وله إشعاع، وصبح له حضور سواء في المهرجانات. فالمهرجانات الآن أي مهرجان من المهرجانات نشاهد بأن هناك أعمالنا سينمائية، سواء المهرجانات العربية الإفريقية أو العالمية. آخرها كان مهرجان كان، كان حضور قوي جدا للسينما المغربية وفوزها بمجموعة الجوائز. هناك أيضا مهرجانات كبرى في محطات عالمية، وتنشوف أن هذا الحضور معناه أنه يشرف فعلا العمل الإبداعي السينمائي المغربي، وهذه نتيجة لاشتغال طويل المدى في تراكمية وفي تراتبية وفي أيضا خبرة وقوة اكتسبها المبدعين المغاربة، لأنهم يشاهدون، يستمعون، يقرؤون، وهذا شيء مهم جدا. لأن السينما بدون تجربة، بدون علم، بدون مدارس أكاديمية، بدون قوة
في خلق والإبداع ستكون في الحقيقة عقيمة. ولكن الحمد لله أن سينمانا الآن هي سينما غادة للأمام ومواصلة، وحتى الجمهور المغربي أصبح يتابع الأعمال السينمائية المغربية، ونشاهد بأنه أعمالنا في القاعات القليلة الموجودة في المغرب أصبح لها فعلا حضور، وأن الجمهور يتمسك بالفيلم المغربي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.